علاش خرجت الجومية من السوق التونسية؟ أهلا بكم في حلقة جديدة. اليوم باش نحكيه على خبر صدم كل الناس اللي تهمهم التجارة الإلكترونية في تونس، خبر خروج جومية عملاق التسوق الإلكتروني من السوق التونسية. خبر غريب صحيح؟ جومية الشركة اللي وعدتنا بثورة في عالم الشراء أونلاين قررت فجأة تجمع حوايجها وتمشي، لكن علاش يا ترى؟ السوق التونسية ما هياش جاهزة للتجارة الإلكترونية، ولا في أسباب أخرى ساهمت في هذا القرار. في هذه الحلقة باش نحاولوا مع بعضنا نفهموا أسباب هذا الانسحاب المفاجئ، وباش نكتشفوا الفرص اللي ممكن تكون موجودة في السوق التونسية للشركات اللي عندها طموح. أول مشكلة واجهت جومية في تونس هي ضعف القوة الشرائية. هذا يعني إن الناس ما عندهاش القدرة الكافية باش تشري المنتجات اللي تعرضها جومية. مع غلاء الأسعار برشا توانسة قاعدين يعانيوا من نقص في فلوسهم، وهذا الشيء يؤثر على قدرتهم على الشراء بشكل كبير، وبالتالي صعيب عليهم يشريوا حوايج مش ضرورية من الإنترنت. الناس تفضل تركز على الأساسيات مثل الأكل والشرب. تصوروا معايا إنك مواطن تونسي تعيش في وضع اقتصادي صعيب، كل يوم تحاول تدبر أمورك باش توفر الحاجات الأساسية لعائلتك، باش تشري تليفون جديد من جومية ولا تشري خبز وحليب لعائلتك. القرار يكون واضح، الأولوية تكون للحاجات الأساسية. جومية كيفها كيف أي شركة أخرى تخدم باش تربح وتحتاج لسوق فيها ناس عندهم القدرة على الشراء. ولما شافت السوق التونسية ما فيهاش برشا حرفاء يقدروا يشريوا، قررت تدور على فرص أحسن في أسواق أخرى. هذا القرار كان ضروري للحفاظ على استمرارية الشركة، وهذا يورينا إن نجاح أي مشروع ما يعتمدش كان على فكرته، بل يعتمد على فهم السوق واحتياجات الناس. لازمنا ندرس السوق ونشوفه إذا كان في ناس محتاجة هذا المشروع. دراسة السوق هي خطوة أساسية لأي مشروع ناجح. ما ينفعكش تبيع أحسن المنتجات إذا كان الناس ما عندهاش فلوس تشريهم. الجودة وحدها ما تكفي، لازم يكون في قدرة شرائية. جومية ما هياش أول شركة تخرج من السوق التونسية بسبب ضعف القوة الشرائية، وما تكونش الأخيرة أكيد. برشا شركات أخرى واجهت نفس المشكلة، وهذا يخلينا نسأله على مستقبل الاقتصاد التونسي وقدرته على جذب بالاستثمارات من برا. هل يمكن لتونس تحسين وضعها الاقتصادي وجذب المزيد من الشركات؟ ثاني مشكلة واجهت جومية في تونس هي غلاء تكاليف التشغيل. تكاليف التشغيل تشمل كل شيء من الإيجارات، الرواتب، إلى تكاليف الطاقة والبنية التحتية. الخدمات اللوجستية في تونس ما هياش جاهزة كلياً باش تدعم نمو التجارة الإلكترونية. البنية التحتية للنقل تحتاج إلى تطوير كبير، وهذا يسبب تأخير في تسليم المنتجات. تصوروا معايا، باش توصل منتج من تونس العاصمة لقرية بعيدة في الجنوب، المسافات الطويلة والطرقات الوعرة تزيد من صعوبة العملية. الطريق وحدها مغامرة، والطرقات ما هياش ديما مليحة، ما نحكيوش على المشاكل الأخرى كيما ضعف الأنترنت في بعض المناطق. ضعف الأنترنت يعقد عملية تتبع الشحنات والتواصل مع العملاء. كل هذه الحوايج تخلي تكاليف النقل والتوزيع غالية، وهذا يجبر الشركات كيما جومية تزيد في أسعار منتجاتها باش تعوض هذه التكاليف. تكاليف الوقود والصيانة تزيد من العبء المالي. وهنا السؤال، التونسي في الوضع الاقتصادي هذا مستعد يخلص أسعار غالية باش يشري منتجات من جومية؟ مع تزايد البطالة وتراجع القدرة الشرائية هذا السؤال يصبح أكثر أهمية. الجواب أكيد لا، خاطر برشا منتجات موجودة في السوق المحلية بأسعار أرخص. الأسواق المحلية توفر بدائل أرخص وأكثر سهولة للوصول. جومية ما هياش جمعية خيرية تخدم باش تربح، ولما شافت تكاليف التشغيل في تونس تاكل في أرباحها قررت تخرج من السوق. القرار كان صعب لكن كان ضروري للحفاظ على استدامة الشركة. ثالث مشكلة واجهت جومية في تونس هي قلة الناس اللي يستعملوا الدفع الإلكتروني. في الوقت اللي العالم الكل يتجه نحو الرقمنة،
تونس ما زالت متأخرة في هذا المجال. برشا ناس ما يثقوش في الدفع أونلاين. الخوف من الاحتيال الإلكتروني وعدم الثقة في الأمان الرقمي يخلي الناس يترددوا في استخدام بطاقاتهم البنكية على الإنترنت. تصوروا معايا قاعدين تقلبوا في موقع جوميا وتلقاوا منتج يعجبكم وتحبوا تشريوه، لكن لما توصلوا لمرحلة الدفع تلقاوا ما تنجموش تخلصوا كان لما تستلموا المنتج. هذا يعني أنكم لازم تنتظروا حتى يوصل المنتج لداركم باش تخلصوا. هذا يبان عادي في الأول، لكن في الحقيقة هو مشكلة كبيرة للشركات كيما جوميا. خاطر الدفع عند الاستلام يعني الشركة تتحمل مخاطر كبيرة، والعميل ممكن يرفض يستلم المنتج بعد ما يوصل، ولا ممكن ما يكونش موجود في العنوان، وهذا يسبب مشاكل كبيرة في التوصيل. كل هذه الحوائج تزيد في تكاليف التشغيل وتنقص من أرباح الشركة. جوميا كيفها كيف أي شركة أخرى تخدم باش تربح؟ ولما شافت نظام الدفع في تونس ما يوفر هذه الميزة قررت تخرج من السوق. هذا القرار كان صعب لكن كان ضروري للحفاظ على استدامة الشركة. الشركات تحتاج لنظام دفع إلكتروني موثوق وفعال باش تنجح في السوق الرقمي. بدون هذا النظام التحديات تكون كبيرة وصعبة. كل هذه العوامل تساهم في زيادة التكاليف وتقليل الأرباح، مما يجعل من الصعب على الشركات الاستمرار في السوق. جوميا كانت تأمل في تحقيق نجاح كبير في تونس، لكن غياب السيولة الرقمية كان عائق كبير. في النهاية قررت جوميا الخروج من السوق التونسي، تاركة وراءها درس مهم حول أهمية الدفع الإلكتروني في نجاح التجارة الإلكترونية. رغم كل المشاكل اللي ذكرناهم، ما نجموش ننكروا اللي فيه طلب متزايد على الشراء أونلاين في تونس، خاصة بين الشباب والناس اللي عايشين في المدن الكبيرة. يحبوا الراحة والسهولة في الشراء ومستعدين يجربوا مواقع جديدة توفر لهم هذه الميزة. وهذا فرصة كبيرة للشركات التونسية الجديدة اللي تحب تستثمر في التجارة الإلكترونية. تنجم تستفيد من أخطاء جوميا وتقدم خدمات أحسن تلبي احتياجات التونسي. مثلاً تنجم تركز على توفير منتجات بأسعار معقولة وتطور خدمات توصيل فعالة في كل أنحاء البلاد وتوفر خيارات دفع مختلفة تناسب كل الناس. الفرصة موجودة لكنها تتطلب برشا خدمة وجهد وإبداع باش نتغلبوا على المشاكل اللي واجهت جوميا. باش ينمو قطاع التجارة الإلكترونية في تونس لازمنا نستثمر في البنية التحتية الرقمية، وهذا يعني تحسين خدمات الانترنت وتوسيع تغطيتها وتطوير أنظمة دفع إلكتروني آمنة وسهلة. من غير بنية تحتية قوية التجارة الإلكترونية باش تبقى حلم بعيد في تونس. الحكومة التونسية فاهمة أهمية هذا الموضوع وفي جهود باش تطور البنية التحتية الرقمية، لكن هذه الجهود ما زالت ما كافية. لازم كل الأطراف تخدم مع بعضها، الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، باش نوصلوا لهذه الغاية. تصوروا معايا تونس بعد 10 سنين، بنية تحتية رقمية متطورة، انترنت سريع في كل أنحاء البلاد، أنظمة دفع إلكتروني آمنة. في هذه البيئة التجارة الإلكترونية باش تزدهر وتولي حاجة أساسية في حياة التوانسة. أخيراً قطاع التجارة الإلكترونية ما ينجمش ينمو في تونس من غير شراكات حقيقية بين الحكومة والشركات الخاصة. الحكومة دورها توفر القوانين المناسبة وتطور البنية التحتية اللازمة، أما الشركات الخاصة دورها تستثمر في هذا المجال وتقدم خدمات جديدة تلبي احتياجات الناس. تصوروا معايا شركات تونسية تنافس أكبر الشركات العالمية في التجارة الإلكترونية، تصدر منتجاتها لكل العالم وتساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب التونسي. هذا الحلم مش مستحيل، لكن باش يتحقق لازم كل الأطراف تخدم مع بعضها. هذه نظرة على أسباب خروج جوميا من السوق التونسي والفرص المستقبلية في هذا القطاع. جوميا خرجت، لكن هذا ما يعنيش نهاية التجارة الإلكترونية في تونس. بالعكس هي فرصة للشركات التونسية تتعلم من أخطاء الماضي وتبني مستقبل أحسن لهذا القطاع المهم. إذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تعملوا لايك
وتشتركوا في القناة لمزيد من الفيديوهات. نتقابلوا في الحلقة الجاية.